السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم من جديد في قناتكم اللي كتكلم على الهجره لكندا. معكم كريم. في هذا الوقت اللي كنتكلم معكم فيه، في الحقيقه باقي المغرب ما ود الشاي. الله هادي دابا واحد 7 ديال العشيه، دونك المغرب عندنا مع ديك 8 وثلث 28 دقيقه. الوغ تكون في المغرب غادي تكون واحد 12 الليل، 12:20 دقيقه ديال الليل. المهم اخواني، شنو بغيت نقول لكم في هذا الفيديو هذا، وهو بروغرام جديد ديال الهجره، بروغرام جديد اللي هو سميتو ديستيناسيون كندا وفوريوم ديستيناسيون موبيليتي لكندا. وهذا البروغرام هذا دايره كندا وكيتقام سنويا في باريس. كاين واحد اللقاء اللي هو كيتقام في باريس وفي بروكسل، وين فيز لي فرانكوفون ديال لا فرانس، لا بلجيك، لو ماروك، لالجيري، لا تونيزي اي لي زوتر باي فرانكوفون. هذا البروغرام هذا il vise des gens des travailleurs qualifiés يقدروا يجيو بدي كونطرا. في هذا اللقاء هذا كيجيو دي زومبلويور وكيتكلموا مع لي زومبلوي يعني ديريكت. دونك هنايا الناس اللي يقدروا يتنقلوا، اللي يقدروا يمشوا مثلا لباريس او لبروكسل، يقدروا يوجدوا لي سي في ديالهم ويوجدوهم، باسكو غادي يتلاقاو مع دي زومبلويور اون بيرسون. دونك وبالنسبه اللي ما استطاعش انه يحضر، بطبيعه الحال هذا كيخص الواحد يفو سانسكريغ، يفو سانسكريغ. غادي ندير من بعد غنبارطاجي معكم ليكرون، غادي نوريكم فين غادي يمكن لكم تسجلوا. لو بروغرام المده ديالو 6 شهور، ستادير 6 شهور تقدر تجي فيه لكندا عن طريق الكونترا. وغادي نوريكم الخدامي اللي هما مطلوبين في كندا، و ميم طون كيفاش يمكن لكم تسجلوا في هذا البروغرام. هذا البروغرام هذا il vise les travailleurs qualifiés francophones mais donc كيف ما قلت، هذا البروغرام هذا il vise les francophones اللي غادي يجيو ولكن يخدموا اور كيبيك، ستادير ما غاديش يجيو يخدموا في لا بروفانس دو كيبيك، انما غادي يخدموا في ال يعني في دوطخ بروفانس، لي بروفانس سيرتو انجلوفون. اي ماشي هي كندا بغات دي فرانكوفون ولكن يخدموا في دي بروفانس اللي هما انجلوفون. دونك نقدر نقول لكم بانه هذا البروغرام هذا راه مشاو فيه بزاف ديال الناس عن طريقه كونترا. والسؤال كيبقى، واش انه الا جا الانسان هنايا واش كيجي ريزيدون بيرمانون؟ نو، كيحصل على بيرمي دو ترافاي تمبورير. يعني نقدر نقول لكم لي كويزيني، لي باتيسي، لي بولونجي، الناس اللي عندهم في الدومين هذا اي دوتر، غادي نوريكم من بعد الخدامين اللي هما مطلوبين، يقدروا يابليكيو دونك ويمكن لهم يجيو. وبالتالي الوقيته اللي كيجيو لهنايا يقدروا يمشيو لبريتيش كولومبيا، يقدروا يمشيو لالبرتا ويخدموا، يدوزوا في نفس الوقت راهم عايشين خدامين، او ميم طون يقدروا ديك الساعه يبحثوا باش يديروا لا ريزيدونس بيرمانونت، ومن بعدها يقدروا من بعد يمشيو يعني يديروا لا دوموند ديال لا سيتوانيتي من بعد ما يكملوا 3 سنين ديال الاقامه في على التريتوار كندا. دونك اخواني، نتمنى من الله انني فدتكم في هذا لا فيديو هذه، ويلا وبينا غادي نبارطاجي معكم مون ايكرون وهكذا نفسر لكم كيفاش يمكن لكم تسجلوا في هذا البروغرام هذا. يلا اتوت على اخواني، مرحبا بكم من جديد. دونك هنايا كتدخلوا للسيت ديال غوفرنمون دي كندا، طابي في جوجل كدير غوفرنمون دي كندا، ومن بعد كتمشي لا بار دو ريشيرش ديال لو سيت، كتكتب ديستيناسيون كندا فور موبيليتي. من بعد كطيح في هاد لاباج هادي ديستيناسيون كندا فور موبيليتي، غتهضر لك على هاد ليفينمون. سيت ان ايفينمون اللي هو انتما كتشوفوا باري 15 و 17 نوفمبر، بروكسل 19 نوفمبر. تشرح لك ديستيناسيون كندا فور موبيليتي، ايت ان ايفينمون انويل اورغانيزي بار لو غوفرنمون دي كندا ا باري اي ا بروكسل. يل مي اون كونتاكت دي زومبلويور اي دي انستيتيوشن كانادين افيك دي كانديدا فرانكوفون كاليفي دون ديفير دومين. هنايا كيتلاقاو، وهنا راه غادي ندخلو، مابغيتش نطول عليكم، انما كنعطيكم لي ليان وكيفاش انكم تدخلوا تشوفوا هادشي هذا كامل. كيهضر لكم على لي زومبلويور اللي هما غيبغيو يروكريتو دي كانديدا، وكيهضر لك على لي كانديدا كومون سانسكريغ او ريسيفوار اون انفيتاسيون اون فوروم، باسكو خصكم تسجلوا باش تحصلوا على اون انفيتاسيون لهذا الفوروم هذا. وكيشرح لكم كيفاش انكم يمكن لكم تجيو. كتلقاو لي زونفر دومبلوا، كتلقاو بزاف 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 ديال الامور اللي هي في الحقيقه غنيه بزاف بالمعلومات. هنايا الا جيتو كومون سانسكري،
يقولك avant de vous inscrire commencez dès maintenant à rédiger votre curriculum vitae en français et en anglais ainsi que votre lettre de présentation selon le format canadien. من طبيعة الحال اللي كنهضروا على لو فورما كنديان ماشي بحال في المغرب ولا الجزائر. لو سي في ديالك ملي كتصايبو ما كديرش فيه تصويره، ما كتهضرش فيه على لاج انك تدير في السي في بانك راك مزيود في 80 ولا 90 ولا 70 ولا 72 ولا كذا ولا جو سي با. المهم ما كديرش فيه هذا لاج وما كديرش فيه لي لوازير، تقول تجي في الخرب السي في ودير لوازير لا حقا كره القدم ولا تينيس ولا كذا ولا ما كديرش هاد الامور هادي. دونك هذا هو الفورما ديال السي في كنديان. ابري سا تقدروا تمشيو تشوفوا بالنسبه لي زومبلوا اللي هما كاينين، يعني بحال بالنسبه لي كونديدا بالنسبه لها في هاد لي ليان في هاد لاباج في هاد هذا كيقول لك اوفري اون سيسيون. ملي كتبغي يقول لك تمشي pour s'inscrire tu peux ouvrir une session ou créer un compte. Quand tu déjà مسجل تقدر تفتح لا سيسيون باش تشوف فين واصله لا دوموند. Sinon tu crées un compte ou من بعد تتلقى كيقول لك vous devez fournir vos données biométriques. هادشي سي سيريوز زعما ماشي déterminer si vous devez fournir vos données biométriques. كتجي كتلقى هاد لا باج هادي من بعد كتلقى sélectionner un des énoncés suivants et tu peux obligatoire تعطيك الفورمات. هنايا كاينين دو بوين جو ني جامي فورني مي دوني بيومتريك او لا جي ديجا فورني مي دوني بيومتريك. هنايا مثلا نجيو نديرو كو جو ني جامي فورني مي دوني بيومتريك كيسكو سا فا دوني. ها هي هنايا مكليكيا مكوشيا ابري كتجي لا كاز الاخرى لو بيي ديالك بيي كدير ماروك ومن بعد كتمشي كتلقى داك كو دوموندي فو شنو كطلب اوتوريزاسيون دو فواياج الكترونيك ولا فيزا دو فيزيتور او سوبر فيزا ou la prolongation de séjour à titre de visiteur, ou la visa de transit, ou la visa de transit par le Canada en voiture ou en autobus, ou la permis d'études ou permis de travail, la prolongation du permis d'études ou du permis de travail, sinon résidence permanente, incluant les catégories de parrainage et d'immigration économique, carte de résident permanent, titre de voyage pour résident permanent, réfugié بالنسبه للسياسيين. دونك مثلا لا كورشيتو هنا ريزيدونس بيرمانونت كتلقى هاد لا باج ريبونس vous devez fournir vos données biométriques. هنا si vous êtes âgé de 14 à 70 ans vous devez fournir vos empreintes digitales et photos pour toutes les demandes de résidence permanente ce qui comprend la catégorie du regroupement familial, la catégorie de l'immigration économique. المهم هنا اخواني كتلقاو المعلومات كامله و التفاصيل كامله و لو ديلي ديال ان ملي كتبدا لا دوموند لو ديلي سي 6 mois 6 شهور 6 شهور غير هو هنايا من ضمن الشروط باش انك تقدر تكون في هذا البروغرام هذا وهذا البرنامج هذا. وهو ما خصكش دير بانك غادي تجي لكيبيك. هذا سي بور لي كونديدا اللي هما فرانكوفون اور كيبيك. تقدر تمشي لبريتيش كولومبيا، تقدر تمشي لالبرتا، يعني لي زوتر بروفانس نوفو برونزويك ولا هذا ولا نوفا سكوتيا وما ماشي الكيبيك. وبالتالي هذا البروغرام هذا تقدر تدوز فيه 6 موا او ليو 4 سنين حتى ل 5 سنين، لان الناس اللي باغيين يجيو الكيبيك كندا يجيو الكيبيك يقدروا يدوزوا 4 سنين حتى ل 5 سنين باش عاد يقدروا يحصلوا على فيزا. دونك اخواني جو فوز انفيت فورتمون انكم تدخلوا لهذا البروغرام هذا اللي تري انتريسون. دي ميلي دي ميلي اي دي ميلي دو كانديدا اللي هما جاوا به و اين فوا جاو هنايا اش كيجيو من بعد الورق ديالهم والمسائل ديالهم كتكون مرسمه كلشي مراقل وتتكون كتعيش وكتخدم ماشي بحال انك في المغرب وكتساين تدوز 4 سنين 5 سنين موت يا اللي غيموت وعلم الله كل واحد شنو الظروف ديالو. اذا اخواني نتمنى من الله ما نكونش طولت عليكم، انا ما بغيتش ندخل في التفاصيل. اللي عنده شي سؤال يقدر يخليه ليا نجاوبه. سينو اخواني بامكانكم تدخلوا وتلقاو المعلومات هنا الكافيه ومعلومات يعني ما تحتاجوش ان كونسلتون، ويمكن لكم ديروا لا دوموند وتتبعوا لا دوموند ديالكم وعندهم حتى لي كوردوني يمكن لكم تبحثوا عليهم. اذا انا حاولت ندير هذا الفيديو بسرعه ما بغيتش نطول ونتمنى من الله نكون فدتكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.